أكدت صحيفة واشنطن بوست أن الرجل الذي تسلل قبل عشرة أيام إلى البيت الأبيض بعدما قفز فوق السياج توغل مسافة داخل المقر الرئاسي أبعد من تلك التي أشير إليها سابقا وتجاوز عمر جونزاليس المقاتل السابق في العراق السياج الشمالي الذي يحيط بمقر الرئيس وعائلته ورقد نحو المبنى قبل أن يتم اعتراضه في الداخل وفي حوزته سكين وقد أعلن الجهاز السري المكلف حماية الرئيس أنه تم اعتقال الرجل فور اجتيازه المدخل الشمالي للبيت الأبيض. ولكن الصحيفة ذكرت أن جونزاليس تمكن في الواقع من التوجه حتى القاعة الشرقية التي تستخدم لإقامة حفلات الاستقبال ما يعني أنه تجاوز أمطارا عدة داخل المقر الرئاسي